وأوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن اتفاق الخبراء خطوة استباقية في إنجاح البرنامج الاقتصادي، مؤكدا أن الاتفاق جاء ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي بأن يكون هناك سياسة مالية واضحة والإسراع بالاتفاق مع الصندوق وإطلاق حزمة اجتماعية. والحقيقة أن الإعلان النهاردة عن الوصول إلى هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الحقيقة يعني كان وراء جهد شاق جدا من المفاوضات اللي كانت بقالها فترة، والحمد لله ان احنا نجحنا اليوم في الوصول الى اتفاق الخبراء اللي هي تعتبر خطوة اساسية في اتمام البرنامج الجديد. وعايز اكد ان يعني كل اللي احنا سمعناه النهاردة هو جزء من التوصيات اللي كان المؤتمر الاقتصادي قالها. المؤتمر الاقتصادي اتكلم على يعني ضرورة يعني ان يبقى فيه هناك سياسه ماليه ونقديه واضحه، سرعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، اطلاق حزمه اجتماعيه، حزمه من الحمايه الاجتماعيه الجديده، واللي كانت تكليف من فخامه الرئيس للحكومه انها تسرع ب يعني اعلانها.